سطو مسلح، سوابق عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد، الدراع اليمين لخيري، مصاب بعاهة مستديمة، بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة. سطو مسلح أيضا، بدأ حياته في طرف كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدوي عماشة، سرقة مواشي من الأرياف، انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. التلاتة نجحوا انهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني أروح. أنتوا عايزيني إيه؟ لو البر إيه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير أوي. إحنا من دلوقتي عايزين شقانا، عرقنا، شنطة الفلوس اللي سرقناها إحنا وأخو جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة أوي في السجن. يا فين؟ صدقوني، جوزي ما يعرفش حاجة على الشنطة دي خالص، صدقوني. انا في قلنا عظمه لسان انه خبى الشنطه عند احمد كوزه
قبل ما يتضرر عليه. احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطه الفلوس عشان يستلم اقساط ثاني. انا ماليش دعوه ماليش دعوه. وفي اخر محاوله للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام، وعشان الصوره تكون واضحه قدام حضراتكم بضيف ان الثلاثه دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقه جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجاره العمله. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجه. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمه من العملات الاجنبيه من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريككم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني، ورغم شراسته وعنفه الا انه ما حاولش يهرب. والعجيب انه كان قوه حسنه وهو مجند في الجيش وكان من ابطال الرمايه واسمه حلف القبه. مش هقولها لك يا حلف. انتوا هتزهقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكم. انت برق ليه؟ ها؟ مبرق ليه؟ انا بترعب من اللي برق لي. Thank you.
دول كانوا بيوصلوك؟ انت عملت ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربيه بسرينه. انت تهمتك ايه؟ سياسه؟ قلت لك ولا حاجه. انا ممكن بعد ثانيه واحده اكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الاشكيف؟ لا، انا هدع للشويش وقول له افتح وخرجني. هيخرجني الدور الباقي عليك انت. ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة. لا انا خلاص طلع افراد بعد 22 سنة. عارف، بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا، ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه اعدام، مش كده ولا ايه؟ دي تلاقيح جيتك بقى. هات من الاخر. مقدم شريف بركات مباحث. اهلا وسهلا. حاجه الساعه عربي تلفزيونات كلمني. انا اسمي حنفي. اللي قدامها طلباتك. خيري ورشاد وبدوي العيون فين؟ في استعلامات في الداخليه يا باشا، ممكن يقولوا لك على كل حاجه. ولا قلت اسم حنفي؟ براحتك. انا بس حبيت اقول لك علشان ما تسمعش من بره وابقى قصرت في حقك. تقول لي ايه؟ خيري ورشاد وبدوا يهربوا من السجن. افتح شويش. هربوا امتى وازاي؟ امتى وازاي مش مهم، بالاذن. اذنك معاك. طب اشتغل حاجه الساعه ملحوقه. نسيت اقول لك يا حنفي، خيري ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا اسعدت الباشا يا باشا اسعدت الباشا. ما تضيعش وقتك وقت يا حنفي. عاوز ايه؟ معايا ودي في الكلام. الكلام اخده عطى برضه. طلباتك يا ابا. الكلام اللي انت قلته لي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع، مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ده احنا بندور عليهم، ما تقلقش هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه، يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينها الويل يا حنفي، وده اللي خلاني اجي اسالك. الاقيهم فين؟ مش هتعرف توصل لهم، دي عيال فاقده زي دود الارض، لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب انك تعرف هم بيفكروا ازاي. لو ساعدتني هوصل لهم. اساعدك؟ ساعدك ازاي وانا محبوس في اوضه قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ هخرجك من السجن لحد ما اقبض عليهم. مش فاهم. انا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ ايه ده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربيه زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سارقها؟ ولا تنفع تتسرق؟ انت كان حصله ولا بتاع عربيه؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيز. انا لا حرامي ولا مرتشي. مش ندمان؟ اركب. انا اصلا مش كاتب. اركب.
هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أجدع مطعم في مصر، ناكل لقمة حلوة ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك؟ انت اتكلم قول لي دماغك فيها ايه؟ اكل الاول حنفي، اكل الاول. الحريم لسه موجود، الواحد نسي. شش، ترابيزه لو سمحت. بقول لك ترابيزه، اتحرك اعمل همك. ترابيزه انت بتتمح ليه؟ لم ترابيزه الاثنين لو سمحت، اربعه عشان خدت وجوزها ليه. شش، مش انا يا مدام. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مدام، بلاش اغرف. يلا بلاش كلام فاضي، المحل باظ. يلا 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 كده. انت نفسك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه، باخد حق بدراعي. حاجه تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. وطقم البيضه اللي جاي فز، قوم يلا. ماشي العيال مستخبين هنا؟ حط طبانجة يا باشا، الكذب خيب، انا كذبت عليك. امال مجردني ورا على فين؟ خدمة انسانية مش هنساها لك العمر كله، هجي لك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا، اصل انا ليا عمى غلبانة وحدانية، رجلي في الدنيا ورجلي في الاخرة، وملهاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف، يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. قلت يا باشا نجر قدامي. ربنا يكرمك. فينك يا ارشاد؟ مكانك ايه؟ هتخش معايا؟ طبعا طبعا. ازاي؟ ده ناس متسميتين محافظين، ما تشخش على حد غريب. طب تصدق عمتي مربيه بعناها، وبعدين البعيد مش مدخل واحد. طيب بسرعة، أوام خلص نفسك. أنا يا باشا. بنت عمتي؟ إزيك يا بنت عمتي؟ أمال فين عمتي؟ أنت خرجت إمتى يا حنفي؟ خرجت إمتى؟ يلا مفيش وقت. تعمل ايه عندك يا لعيب؟ مستني حنفي. حنفي مين؟ حنفي الأبهة. نعم روح أمك، وحنفي الأبهة بتاعك ده بيعمل ايه في بيتي؟ بيت؟ ايه تقول؟ ما هو ايه؟ ايه يا
عايزين نرجعه في ساعة زي هنا؟ هو غير مواعيد ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بطلي طيب ولم الجشر بأي حاجة. روح بينا اديك على وجهك. انت مش بتاعي ها؟ طب تعالي شوية بس يا يا بوليس يا خلقه حرامي حرامي هنا كده عيب؟ ايه بتزعقوا ليه؟ ما خلاص طفيناه. ايه اللي طفيتوه؟ الحريقه. حريقه ايه؟ هو انت ما قلتلوش؟ اصل انا كنت معدي انا وصاحبي في الحاره، سمعنا السيد بتاعتك تقول حريقه حريقه، طلعنا جري. انا دخلت جوه طاف الحريقه وقلت له هو بلغ المطاف ويستنى عشان يجيبه. حريقه في ايدي. يلا يلا بينا. عمتك برضه؟ ده وقت تحية يا باشا. يلا فيها 50 جلدة. مش في السجن ان شاء الله؟ يعني مفيش حريقة جوه بيتي ولا حاجة. ازاي؟ ده السجن كان هتولع جوه. لا اله الا الله. بقول لك ايه؟ الحق طفيها. خلاص يا معلم طفاها. طفاها؟ ده نهار ابوك اسود ومش فاهم. تعالي تعالي هنا يا باشا. ايه؟ العربية ما تخشش جوه. وده بيت مين ان شاء الله؟ عمتك التانية؟ لا ده بيت اهل دعاء مرات احمد اخويا. قول لي خيري والعليل اللي معاه خطف مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني ايه خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب، هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سينجي سينجي عايزين نخلص المال. الحريات اللي عندي بتقول اللي بقولهولك هو اللي مظبوط. سكتنا العيال الهربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي حنفي، خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. حنفي يا باه، احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حاجه، دعوات في حاله. امال جالك منين هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ كده يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه، الكوره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله، خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان ده سايبه. احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. افتح. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت، ده بس اللي بايته معاك. انت بتديها من امتى؟ عليا النعمه ما انا فاكر. انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب اكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. التعميره حلوه قوي. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ بيقول لك ما خرجش من ايام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل. عسل. خير ورشاد وبدوا فين يا احمد؟ ما
ما عرفش حد بالاسامي دي. اخوك حلف يقول انك تعرفه. حلفي ده سبب المصايب. كذاب. انا ماليش دعوه بحد وما حدش له عندي حاجه وما اعرفش حد. امال خطف مراتك ليه؟ ما اعرفش ما اعرفش. مش هتتحرك في مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه. سيبوني بحالي يا اخي. سيبوني بحالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى. سيبني. اقف عندك. سيبني في حالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خايدوا رشاد جولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلمهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس اللي دافعها 8 سنين طويله جوه السجن من عمري لحقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا روعه كمان. امتى؟ هتقابلهم امتى وفين؟ امتى قبل ما يجي؟ علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الواد كان ابنية في عيني. هي باظت ولا حاجة يا باشا؟ أهلا يا فندم. إزيك يا مولى؟ الحمد لله. أهلا يا عمي. اتفضلي. أمال عاملة فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيبة يا حبيبتي. هو بال كل سنة يا روح. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ملمونة. معقولة. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك. اخته جوه تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا. مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير. احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طايره يا بنتي. امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب 5000 جنيه. بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه اشتري لك فستانين تلاتة. اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا. شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني. أنا لأ. معقولة أجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم دي؟ عبلة موسى. عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك. خد. أنا قايمة ساعد منى في المطبخ. لا يا بابا ميرسي قوي. انت تخرفي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجه واحده بس، ان انا ما كنتش موافق على الجوازه دي من الاول. يا بابا كفايه بقى. شريف ما فيهوش اي حاجه تتعيب. لا في عجرفه الفقراء ولاد الحيله. وما تنسيش انك انت محسوبه عليا. انت اسمك عبله موسى. وبرضو انا حرم المقدم شريف بركات. اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت اللي هتفلك هنا. بقولك يلا. ايه بالراحة. يلا. مساء الخير يا رجالة. مساء النور. ايه ده؟ جايب حرامي ما كانش حاجة بقى. أما حبيبة والله العظيم أنا مش فاهم. مش عارف إيه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت فول قصر عشان يجيبوا الحرامية يبيضوهم في بيوتهم. هو عليه انا اطلع السلم احسن.
مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القباه عمبر 1 زيزان 24. بقول لك حنف القباه مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه ده ايه؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلي حماتي. الخير التاني. موتى عاجبك كده؟ انا عملت حاجه قدامي. طب قولهم يعملوا لنا شويه شاي خرمان. منى اعملوا شويه سم هاري يشربهم قدامي. ايه تعالى هنا اهو خش قدامي. موتى ماما خيريه فوقي قسما عظما اسمع صوتك لو تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افترى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. والله زمان. ماما بابا سيبينك حنا احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهباب يا حبيبتي. يلا يلا بينا يا خليل. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعيه هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. وقت صوتك ليه اسمعنا؟ مع السلامه. هي حصلت يا شيخ تقلب لي البيت تخشيبه وفين جوازنا؟ بقى بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبله ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف عبلة عندها حق. ما تتدخليش موضوع زي ده. انجرح منه الشاي يلا خلصيني. انا ايه خايفة من ايه؟ يلا وهيشرب شاي في بيتي. هي انت هتجنني يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من قد من اعدامه. بحسبك حنف القباه. نعم حنف القباه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افراج بعد 22 سنه. وانتي ها انتي اسمك ايه؟ انا ايه مالك متاخده ليه؟ عادي ما قلتليش بقى انت اسمك ايه؟ منى. منى منى عاش الاسامي يا منى. انت تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيره العفريت ده. انت متجوزه؟ لا الحلاوه والجمال ده متجوز لغايه دلوقتي. ازاي كمان؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلب لي بيتك شيبه يا شريف. سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ اه هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك. كل حاجة فيك بتفكرني بيها. جمالك، رئتك، عينيك، لمسة ايديك. كنت أول ما أشوفها أخد إيديها من إيديا كده أحطها على شفايفي كده. ساعتها
لوم الدنيا كان بيتغير وحس براحة غريبة غريبة. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده كده احس ان انا عيل صغير عيل صغير وعايز انام. انا عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هيك تبرق كده برضه. يا ابن بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقت لقيتني يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. الكارو اسمع عندها مشكله كارو يا باشا. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش لحياتك خالص مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياه بابا ما نعدلك في البيت ده يا شريف. بالسلامة والقلب ده عيلك. مالك يا عبلة في ايه بس؟ اسألي محروس اخوكي. الشنطة بتاعتي فين؟ الشنطة ايه بس يا عبلة؟ يا عبلة عندك انت حطها فين؟ لا يكون في علمك انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعدة في البيت ده يعني. مش قاعدة في البيت ده. مش التين ده يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عندك انت اوديها لك فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدامي طيب يا شيف انا تقولي في 60 ده يا عامله. ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عامله بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي لي الواد حرمتي ده كان بيقول لك اقعد ما اخش. لا انت عايز الحق. الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملاه ازاي وعلى ايه. بقرا هنوزي على راي المثل اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي. انا عارفه الغلطه غلطتي. انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقه واللي اتكسر يتصلح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجه. بس حاجه تاني. الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حار ونار في جبتيته بس ملوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى اللي في دماغها في دماغها مصممه على الطلاق مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعت المأذون. يلا هي مساله عند. طب انا مش هطلق واعلى ما بغيرها تركبه. لا بقى كده هتدخل نفسك في قواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلتهم معروف تخرجهم معروف. ها شايفه وتقولي لي بتحبك بنت خيرية مصممة على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. لسه لك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له بيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلقني دلوقتي؟ مش هطلعك والبيت هسيبهولك. اسمعي بيه شريف عبله انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص. ما تدخليش في المسائل دي لحظتك على وشك. انت مالك انت تسيبيهم يتفلقوا وتتنيلوا مع بعضيهم؟ اللي بقت عيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد؟ دي عيشه بقت تقصر العمر يا شيخه.
يلا بينا عبلة. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتقاتلني طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك، الكلام هيكون مع اهلك. ماشي. انا شايف بقى ان العيال خلاص خالص. ماشي خربتها وقعدت على طلعها. هز ام نشوف شغلنا. يلا بينا على الجيران يا باشا. يلا الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معاه يا باشا، متقلقش. طب ما يمكن راح حته تانيه. لا لا ليه؟ وطي صوتك، الحته مليانه نضرجيه، لو سمعوني مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هروح حته تانيه؟ ده مؤاخذه، ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبه. دولاب من اياهم؟ اه الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودره؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. اه بودره على ماكس على جميع انواع الكيف، واللي مشغلاه البيت نوسه جو بتاع بدوي، عشان كده جايين جايين. ما تقبض سجارة يا باشا كده يجيبك ثواب. سجارة يا باشا. هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايق اللي من دول يا معلمه. لموا العمليه شويه، مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمه؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافه التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له الكافتير الكافتير. لا مؤاخذه يا باشا، انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل مدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ دي بان عليها بنت ناس وبتحبك. ما اقدرش انكر انها بتحبني، بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها على شق. انت اتجننت؟ انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف اما اقول لك، الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولده لا فنجان بق ولا حيلتك اللابه. هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه بدوي؟ وادي خالد ورشاد وراه. لسه بتشرب خل هنا يا ارمان يا معلمي؟ بيض بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانسو جوه ايده مرزبه. الله تسلم ابو الرجل، التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خير، بتاعت امبارح كده احلى. انت احلى بالكل. يا ابني حرش الحجاره شويه. بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. سلامتك يا صابر. طلع عليك. Oh!
خد نفسك يا ضابط. تعيش وتفتكر يا ضابط. ما تجمد امار. مدفوع يا محمد. بتوجع. كلكوا عليها ولا تتكلم. ايوه خيري انا حنف القبان. يصير الحي تلاقي خيري. ده عمرك اخويا فين؟ الحفظ والصون يا قباها. ازيك يا رشاق؟ بغص العربية؟ وانا كنت بغص مرسيدس يا خايف. هلا بيك. ايه ده؟ وريني. خدت ايه الحاجات دي؟ يلا بنت شحات. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مين ده؟ مالناش دعوه دلوقتي تصيروا. لا بقى احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شوية. ها؟ اسمع خده واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيع دي والحق خير ورشاد يا باشا. احمس نفسك لغايه ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا انتوا اللي جبتوا روحكم. يا باشا كده يا باشا. الله ده انت بسبعة ارواح يا باشا. مش فاهم الواد اطلع لنا بالامن وسيبه. وايه اللي خرج من السجن اساسا؟ ده احنا كنا ضايعين ضايعين. اللي هتجنني ايه اللي بام الشمع على المغرب؟ كان بيعمل ايه حنفي مع ضابط المباحث؟ ما كانوش خاملين علينا قنبينا هما الاثنين وكانوا هيتقاسموا في الفلوس. حنفي مش سهل. اسالنا انا عليه. الفلوس لسه في امان مع الواد احمد اخوه. وتضمن منين يا خيري؟ لو مالي ايده من احمد اخوه كان عملوا طقم يصطادنا بيه وما كناش شفنا خلقته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعة قبل ما يتلام على أخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ أحمد طول ما معانا كلمة الكذاب. مش كده؟ مظبوط يا خيري. معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، أنا ابتديت أخاف عشان جبال.
اللي يخاف الايام دي ما يعيش يا بدوي ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني مني ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي هقولها له. افرض مرضيش. مرضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم النجوم في عز الضهر. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي. قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك؟ قلت ايه يا ابله؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك شريف هيتاخر اكتر من كده. اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي. مش عايز شاي. بابا منى مالهاش ذنب. انا بجد. وطي صوتك. ثانيه واحده. شريف اخويا ماله؟ شريف انت بموت. انت قاعد بتتني كده ليه؟ قوم فز وقوم ضرع هتقطم. شريف هو جرى له ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مالك يا شريف رد عليا؟ قلقان عليا يا اختي؟ دلوقتي فوق وترجع لعباد الله زي عواده. روح هاتي لي كوبايه ميه واعملي لي سحله. اتحرك يلا. مش انت شريف؟ موسى موسى هو اللي بيجري ده. ايه اللي في ايده ده؟ ده بعيد عربيه. ما هي مجاربكم السوداء. انت بتزعل ايه؟ اسمع يا جدع، انت مالكش دعوه بيا خالص. انتوا تبعدوا عني. انا غيرهم عليا. وده وقته لما يفوق نبقى نرجع له. فوقي. يلا يا عبله. يلا يا عبله. يلا يا عبله ايه؟ انت راجل انت ما عندكش لا دم ولا نظر. عايزه تخرج وتسيب جوزها في حاله زي دي؟ عبلة بنتي ملهاش اي علاقه بيه. انا كنت جاي هنا اطلعها منه. وطلعها منه ليه؟ طلعها منه ليه؟ عيب والباشا. شريف عمره ما كان لها ولا هي كانت ليه. وانت كنت تقدروا تحصل على ضفر واحد زي شريف؟ ولا عشان ربنا ما اداكوا عشان فلوس هتبيعوا وتشتروا؟ انت بتمد ايدك عليا يا ولد؟ اه. وافتح دماغي كده. يلا هيموتنا يا موسى. هيموتنا يا موسى. هيموتنا. انت جننت ماما. ماما طول ما عدتوش هنا تاني ولو شفتكم هقطع رقابيكم. فاهمين؟ حاضر. يلا ما قلتهاش. حاضر حاضر. يلا. فين؟ ترازع هنا جنب جوزك لحد ما يفوق. يا علي ده بيحبك. عبلة يا عبلة. فوقي فوقي. ماما ماما هعجبك كده. يلا يا عبلة. فوقي فوقي. لسه قاعدين؟ يا موسى يا موسى يا موسى. انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشت 100 مرة. كملي جميلك بقى وفكلي البلوة دي. اه كده يبقى ضاع. على العموم ما تفرقش، لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها سلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع. عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع الجرة. ها يا ابو عمان. مين؟ سي حمد. يا ابن مالك بلمت كده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا، وده معقول؟ الحمد لله على السلامة. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا يا شيخ. تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. منى منى شريف. الف حمد لله على السلامه. ارتاح ارتاح.
انا ايه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبله برضو ما اتصلتش؟ دي جات امبارح هي ومامتها وباباها وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم ازاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل ايه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. على قفاه؟ حنفي ده خرج من امبارح بالليل ولسه ما رجعش. خرج؟ خرب بيتك يا شريف. عمك فين يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد اسم الله عليك احمد. ما اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع يا ادم، اقول لك انت عارف ان معزتك عندي معزه احمد اخويا وطول عمره سره معاك. انت لقيه فين؟ ما اعرفش. انت يا ده لقيه فين يا الحقوني. انت يا ده دلوقتي بيمر احمد وضوع هيروح في داهيه هيموتوا. انت يا ابو خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت عامل معاه وهيروح يقابلهم. امتى وفين؟ العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعمل ايه تحت الباب؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت الباب؟ وانت مالك اهلك؟ انت عاجبني وصيبه انت كمان. انت رايح فين؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي وفي الداخليه كلها. انا خلاص ضعت انتهيت. فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليك وفتحته بطفاشه، في حاجه؟ انت جسك ايه يا اخي؟ احمد بقى انت معاك مالي عينك ولا ايه؟ كنت فاهم المصيبه. لا انت سكت العيال. هم فين؟ ما يلا بينا. بالهداوه، كل شيء بقى اوان. امتى؟ لا بقى، اخد حمام الاول ومنجه نفسي واخرج احكي لك. ها؟ مش هتفتحي لي لا؟ شريف فكيه. ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو. عايزك تعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوين، بعد ما اخد الدش المتين اشرب بقى فنجان القهوه من ايديك الحلوه، عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم. تقول لها ايه؟ مين؟ لا ده انا اصلي في موضوع خاص بيني وبينها. يعني مالكش دعوه بيها خالص. هو انت ليه محمود كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعديك. ما تقلقش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي قدامي قدامي على اوضتك. شريف بيه ساكن في انهي دور؟ ايوه كده، الدور الخامس شقه 53. شكرا. بقالك ساعة في الحمام بتولد؟ وإيه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ أمال أخرج لكم بلبوص؟ مش فاهم التجنود في البيت؟ طب يلا يلا. يا منى 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 مينو؟ المقدم شريف موجود؟ نقول له مين؟ قال لنا عبد الخالق ابو العنين. خلاص الهواء قافل الباب، اتفضلوا. التليفون في عطلان ولا ايه؟ ما بيجمعش. المقدم علاء، العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، شرفتونا. شابوا ايه؟ أنا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. إحنا اتقابلنا فين؟ أنا برضو بشاب على حضرتك.
انا متهيألي تقابلنا في بني سويف، طره، في ابو زعبل، في الحضره. مش بعيده. انا فعلا كنت بزور بني سويف والحضره وابو زعبل بحكم شغلي لما كنت بفتش على السجون هناك. بس انا شفتك قبل كده هناك. انا اصلي بقى ايه، مش بزور الحتت دي، انا اعتبر مقيم هناك. ايه ده؟ لا مؤاخذه الدبانه، معلش. مظبوطك يا باشا. مظبوط مظبوط يا ولد. ايه؟ مظبوط. قاعدين بقى يا منى. منى منى جبتها اصلها هنا. طعم قهوه البواب. مبلمه كده ليه؟ اتحركني. ها، واخبار الداخليه ايه؟ عاملين ايه في شغلكم؟ يعني ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متاكد اني شفتك قبل كده، بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص هتشغل دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب، بس اكتر من الاخوان. يا ابني كفايه بقى. لا دي فانا نزل قوي يا ابني. احمد احمد شويه. قلنا خلاص خلاص يا ابني خلاص. انا معروف سبب حلقه. ارحمها وارحمنا. فين علينا مجنون يا حاج؟ ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان مضايقنا عندك. ايه اثبت اهو، اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه تانيه على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستلو. مين المجنون ده؟ ايه هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهتنا انت. مين ده؟ ده حالة في القبهة ساعتك. اه وانا بقول شفتك فين قبل كده، شفتك فين قبل كده. ده يرجع السجن فورا وانا قدرت تعدموه. عدموه. ايوه فضل، بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، يرجع السجن فورا يا فندم. ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني؟ كده يا باشا. صلى على النبي يا باشا. محدش باين له اثر يعني. ما ترد يا بني ادم. اما تحمد بقى وده وقته. الحباب كلهم وصلوا. يلا باشا يلا. عبد الله على السلامة. يا احمد ضاع فين؟ في الحفظ والصون. سلم واستلم. وين يا ابني؟ كلمة شرف. حقدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانك. بسبع البرومبا. انت جرالك يا مجنون يعني؟ ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضايع ضايع خيري. فلوس لسه مع اخوك. حط ايدك في ايدي نلحقه ونتقاسم في فلوس انا وانت. بس ضاع فين؟ Thank you.
ورد. المحروس جوزك بيلعبني، جايب معاه اتنين غفر، فاكر ان هم هيحموك وهيحموكي، بس طلع مخبي. رشاد استنى بره انت وهو عشان دول. تعالي هنا تعالي. ازيك يا ابا؟ حنفي انت خرجت من السجن قبل ميعادك، يعني حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضو يا ابا، انت بس اللي وحشتوني، قلت اخرج اشقر عليك وارجع تاني. شغلانه الفرن بقى صعبه عليك، انت بدك راحه. هانت كلها كم شهر ويفكوا الحراسه عن الابعديه وكم عماره اللي حيلتنا، وساعتها الاشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب اتبع يابا. اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما انا قلت لك استريح انت ومرقاتي سداده يابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم. احمد اخويا ليه فين؟ هتسلم على اخوك احمد؟ عايز مني ايه يا حنفي؟ شنطه فين يا احمد؟ الامانه اللي استعملتك عليها نجوم السماء قرب لك منها يا حنفي. الشنطه دي مربوط عليها حياه واحده، ما لهاش اي ذنب غير انها مراتي، هسلمها لهم عشان اخلصها من ايديهم. تبقى مجنون. انت عارف الشنطه دي فيها قد ايه؟ فوق ال 100,000 دولار ما لهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما يلزمونيش. انا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. انا هعرف ارجعها. دي فلوس كتير. هتنقلنا كلنا من تحت الارض لسبع سنه. قالوا لي الفلوس فين؟ كلموا يابا. عقلوا. يا ايه الحكايه يا حبيبي؟ انا اقول لك يابا. قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطه مقفوله وقال لي عينها عندك امانه واوعى طلعها بني ادم، وانا من حب ليه شلتها بين رموش عليا من غير حتى ما اعرف فيها ايه، لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب، وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس ده انا دافع ثمنها، دي مش فلوسي لوحدي، دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشنطه الفلوس في الكفه الثانيه، ما فكرتش فيها؟ قلت لك مش هعطلهم يسوها. هما كل همهم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ شيل ايدك عن اخوك. يا ابو الفلوس دي بتاعتنا حقنا، ده اللي سابكم في الدنيا. الله الغني عنها. شعره من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها. شيلك عنه. اجري 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 رجع الفلوس وافدي مراتك. قلت لك اجري. الفلوس سيبني يابا. سيبني. مش هتخرج وراها الا على جثتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان.
كانش مالك؟ لا مفيش. اوعى تنخى او تطاطي لا تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عداني يا باشا. يئست. اسودت الدنيا في عيني. اديها ظهرك تجري وراك. مع عصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي. وفشلت في بيتي. مفيش مشكله ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضيه لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف. الضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا ما اعرفش السكه كلمه قافله يا باشا. هنوصل لهم ان شاء الله. هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني ولا معلم؟ رد عليها. طيب كلمني زي ما بكلمك. بتحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخلة بتحبك. مش عرفك من اللي لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح، حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده باشا. انت غشيم وما بتفهمش في الحريم. حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب، وانت والهنا بتحبوا بعضيكم. عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا. العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. انا مصدقك يا باشا، مصدقك. يلا روح هات مراتك. يلا. بس بقول لك حنفي عنده حق. عبلة بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا يلا، احنا ورانا شغل كتير، وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه. صح، مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها. وتعالى اشوف لك هدم عليها لقيمة تلبسها. ما بلاش. في حفلة النهاردة كمان. حلوة اشتكيتها. لو اكون حد شاف عليك، انا مش عايز احرام. ايه اللي هتعمله ده؟ هشرب. انا عطشان، عايز شوية مية. مش دي قلة برضه؟ قلة. انت عارف دي تمنها كام؟ ايه كام؟ بريزة كبيرة بكتير، مش قلة. بريزة كبيرة؟ دي فازة سافر من القرن ال18. ثمنها اكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ نعم. طب ما عندكش نظر، مش تلغيني؟ نعم. نعم ايه؟ نعم الله عليك. ايه نعم دي؟ بتضحك نفسك. اوعى. يلا امشي، انا سجنك. اقعد هنا. حاضر. يلا امشي. خيرية اللي عايش في أمريكا ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. ما تشرفناش بحضرتك. ايه لاستو كده؟ اللي ماشيتو كده؟ ايوه دي جلايد ده اللي ساعدنا. ما تشرفناش بحضرتك. حلفي. حلفي القباه. نعم؟ حلفي القباه. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعاهد. متعاهد؟ متعاهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟
عايزك انت يا عبلة. شبعت من الكلام ده. أرجوكي سامحيني. أرجوك أنت طلقني. ويهون عليكي حبنا يا عبلة. ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في إيه يا حنفي بيه أكتر من إن طبقة الأذن تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الأذن اتخرم؟ ما أنت حق عليك. إزاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك كنت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت أي حاجة فيها تخرم بسهولة. إيه الأذن ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيها أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا. فيهاش أذون. أذون اتخرم. أنا يا ابن خالتي مرة اتخرم من الأذون كنا ظاهرين. كانت ضربة يا عيني. كانت أمه بقى مربية أذون فوق السطوح. خرم هو الأذون من غير أبوه ما يعرف. أبوكي بالشغل لقى الأذون مخروم. قال له علقة. يا عبلة أنا بمر بظروف صعبة ومحتاج جنبي. وانا مين يقف جنبي؟ انا كمان بمر بظروف اصعب الف مره من ظروفك وانت السبب فيها. انا يا عبلة؟ ايوه انت معيشني في جحيم، حتى الشيء الوحيد اللي انت قادر عليه حرمني منه. انا ما حرمتكيش من حاجه يا عبلة. لا يا استاذ، حرمني من ابسط شيء واهم شيء تتمناه اي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفه. وانا قلت لك ما تخلفيش. واخلف ازاي؟ بالمراسله. عبلة على العموم انا هبعت لكم عنواني تيجي تقضوا عندي سنتين ثلاثه براحتك. يا امي ده بتاع الاذون انت. اتصرف الاذون. ايه ده؟ يا مدام مالك حد كلمك؟ مش ممكن. مش معقول. انت تالج وهنا؟ اعلى موسى اعلى ما تهورش. اعلى ما تأذى المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوك حتت. ما بقتلنيش يا موسى! أرجوك طلقني! كده؟ طب يا بنت موسى! وأنا اللي أقول لك! من على كراسيكم. لا يا جماعة بطلوا زيطة. ياي بقى ده يتحكم فيكم. نبتدي نرقص نرقص طقو. كله يشيل الكرسي بقو. Thank you.
تمنها 200,000 ازاي؟ سيبها ماشي دي ملهاش عادة تعرفوا تعملوا كده مجنون هوبا اصحوا اللون يلا ندشدش كم مليون 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 يلا ندشدش كم مليون. ايه ده مين؟ الو ايوه انا شريف معاك دعاء لقيتوها فين ايه طيب انا جاي حالا على الحالة دي وينطبق عليها أوصاف البنت المخطوفة علشان كده بلغت سيادتك على طول ظهر إن ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف انتهت علاقتك بالقضية دي من بكره هكلم بيها ضابط تاني ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك حاضر حنفي 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 هرب قتل ضوع يابا لو هو مرميه مقتوله في الشارع عشان ما كنتش مصدقني لما كنت بقول لك الدنيا تقل خيرها ابو سيدك يابا قول لاحمد الاقيه فين قبل ما يحصلها حنفي الحق اخوك يا ابني هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد اسمعني كويس يا باشا قدامك خمس دقايق مش اكتر تكون عندي دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال قلت ايه اجيلك فين ثواني ما اكون عندك ما تتنقلش من مكانك الا لما اجيلك ناوي تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي انت مش هتعمل حاجه خالص هات المطوه قدام البنت اللي راحت يا باشا دم ضاع ايه؟ هروح هدر ما تخليش الغضب يعمي عينيك هات المطوه مش قبل ما اخد طاري بايدي دي مش غابه في قانون والقانون انا اللي بمثله هنا قانون ايه اللي انت بتمثله؟ البنت ماتت القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها يا وضيع يا حقير يا ابن الفران
اهلا يا احمد، اركب. بقولك دوها فين؟ هو هيفلت من ايديكوا. وصلوا الأول. هتشوف لما تحصلها. أنا معاك، ما تخافش. انتصرتوا جنبه طول الليل وانا هتصل بكم واطمنكم. رجعت مطرح ما جبتك وعد على مديرية الأمن أقدم استقالتي. عايز تسهيل أنت استهيل. أنا مش راجع قبل ما أصفي حسابي معاهم. أنت مش قدهم. دول قتلوا مرات أخوك. وأخوك كمان راقد بين الحياة والموت. أخويا هيعيش يا باشا. إن شاء الله هيعيش. الو، صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ انا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا. شنطه الفلوس اللي مع حنفي او معاك لازم توصلني، والا هخليك تطلع عليها القرفه يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ عبلة مراتك. واذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف، هيقتلوني. عبلة قدامك ساعة تجيلي فيها دار ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك.
ومعاك الشنطة طبعا، ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف سلام يا باشا. الو ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطة الفلوس فين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطة فلوس فين انت؟ اتكلم. حنفي انا ماليش في الدنيا غير عبلة مراتي، يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء واحمد اخوك. قول لي حنفي فين شنطة الفلوس؟ هجيبها لك يا باشا.
تحت امرك يا باشا. جيت لك ولوحدي يا خيري. اهلا بيك يا باشا. عشان التانيين حالة قاسم وكل واحد ياخد حقه. فلوس ايه تاني؟ الله، انت ناسي ان ابو الهانم مرات الباشا مليونير قد الدنيا وواجب ان هو يدفع عشان حياة بنته. وده هيحصل ازاي؟ ما حصل يا خفيف، وكلها كام ساعة والبيع هيشرف بشنطته. لا، انا اخد مصيري بالفلوس دي واتكل على الله وكفاية لحد كده. خايف؟ مرعوب. ادوني نصيبي وانا هطلع التاو في اي حتة. غالي والطلب رخيص. نصيبك في الحفظ والصون. عينهولك من زمان. هتسيبني يا خيري؟ اللي يخاف ملوش مكان بينا. دول تقتلوا. ما انا كمان خايف. يلا قتلني. انت حاجه ثانيه، ما تشبهش نفسك بيه. كنت عارف كويس قوي ان انا ما استغناش عنك. احنا الاثنين طلعنا من تحت الارض زي الدول وعشناها بالطول والعرض. بس انا خلاص تعبت، انا بقيت اضعف من بدوي الف مره. وعمالين نقتل في بعض عشان ايه؟ الفلوس. حقنا رشاد، ودلوقتي الفلوس اللي معانا هتتقسم على اتنين بدل ثلاثه، انا وانت وبس ولا حد تلاتنا. هنضرب لنا بزبورين مبلولين ونكت على بره. طول عمرك غدار يا خيري، بس يا ويلك لو غدرت بيا. انا في الجبهه. ازيك يا عطو؟ ايه اللي رماك علينا؟ مزنوق في حته سلاح؟ لا، جواز سفر مبلول، بضاعه مسروقه عايز نتصرف فيها. انا عايز صاحب الجواز المبلول ده. قصدك مين؟ خيري؟ جبت المفيد. ابعدنا عن خيري، ده واد ابن حرام. ما هو تربيتك، الاقيه فين؟ انسى خيري، ما انتش قده. خيري فين عطوه؟ وعلي اللي هتطلبه حدهولك، وانت عارف كلمتي كويس. عاسس ورا البت نعمه. بت مين؟ نعمه الرقاصه. ودي الاقيها فين؟ واد يا جمعة، ما تخافش يا سحانة، أنا عارف شكلها كويس. خدت عينك كويس، أنا هخش عقل المية جوه، وهي لو خرجت تقطرة تعرف راحت فين وتجيني. أنا يا سحانة. مساء الخير يا فندم. عايز أجدع ترابيزة. لكام نفر يا فندم؟ 10. وهم فين يا فندم؟ ما حبيتش اجيبهم معايا، دمهم تقيل، ما بحبش اخسر معاهم. انا اسف، شرفت يا فندم. Thank you.
انا شربني علي انا خلي فين يا بنت خلي فين كل يوم كل يوم بتاع مزيكا يا عسل يا عسل يا عسل هجم علي وانا برقص في المحل وراسه ألف سيف لا يعرف فين مكانه. من امتى الكلام ده؟ من 10 دقايق وسايباه في ايدين رجاله المحل. اوعي يكون قطرك. هيقتلني ازاي وانا سايباه بيتخانق مع رجاله المحل؟ وانت عارفهم الجن الازرق ما يخلص من ايديهم. يبقى لازم نسيب البيت ده حالا. وهنروح فين دلوقتي يا ابو مخ ضرب؟ الشارع مرشاه رجال. اسمع، طلع الرجاله بره وخليهم يفتحوا عليهم والصباح صباح. واحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالي وانا اقول لك. رجع رجلك اشوف بنتي. يا خيريه اهمدي واخت الشيطان مفيش وقت. مستحيل لازم اشوف بنتي. يا خيريه البنت بخير، انا لسه سامع صوتها بالتليفون. انا هروح اديهم الفلوس وارجع بيها على طول. ولا طمني، مش ممكن تستخسر فيها فلوس لما تروحش؟ انا هستخسر نص مليون جنيه في مدي ام مخ طايح واسيبهم يقتلوها. ماليش دعوه، جايه معاك ارجع على عينك اشوف بنتي. انا عارف ما خطفوكيش انت ليه؟ شريف. ايوه عارف. انا خايفه. ما تخافيش طول ما انا جنبك. وانت في ايدك ايه؟ ما انت متكتف اهو. طب اسكتي بقى، سيبيني افكر في المصيبه اللي احنا فيها دي. هو انا مش عارفه اكلمك هنا في البيت ولا هنا كمان؟ من هنا جوه في الازمه. طب روح انت جمعه وما تقعدش بعد الساعه ببلغ البوليس. سحن تقلقش علي، يلا روح. انا خايفه قوي وقلبي في رجليا. ليه؟ انت مش زهقتي منه؟ بس ده باين عليه لبط ومش سهل. مفيش مخلوق يقدر يعوب هنا. ولاد عمي في كل حته وسلاح في ايديهم. اللي هيخطي برجله في العزبه هيتدفن فيها. امتى الكابوس ده يتزاح بقى؟ كلها كام ساعه وهنكون في السويس. هناخد المركب على اليونان ومعانا الفلوس. هنغنغي كنعمه. هنعيش بقى يا بت. ورشاد وصابت ومراته. اترحمي عليهم، ما هي لا مؤاخذه. الرحمة تجوز على الحي والميت. أنا خايفة يا موسى. قلت لك اقعدي في البيت، ما سمعتيش كلام. وطي صوتك. بقول لك إيه، مش كنا قلنا لشريف عشان ما تجيبليش سيرة شريف، ما تشاهم. تأخرتوا ليه؟ هي اللي عطلتني. تطلع مين بسلامتها؟ مراته. خيري مش منبه عليك تيجي لوحدك؟ هي اللي شمطت فيا. خد منهم شنطة الفلوس وفتشها. موسى موسى حوشة، انا ما تتعبش نفسك، انا هديهولك اهو. اتفضل اتفضل اتفضل، كل اللي انت عايزه. كتير الله. هاتي دول. حاضر. يا حرامي يا حرامي موسى يا حرامي. انا مش عارف الكذا ده بيتصالي بدين.
وانت بتجيلي منين؟ انتوا اللي جابكم من الاساس؟ ما قعدتوش في البيت ليه لغايه بنتكم هترجع لكم؟ موسى انا هيغمى عليا. فوق يا ولاد يا دلعتوا. حاضر. اي 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 حاسب يا شريف. معلش يا عبله استعملي شوي. اي أول مرة أحس فيها إنك جنبي حتى ولو غصب عنك. لو كنت أعرف كده كنت جبت لك حبل من زمان وكتفتك. حبل يا حبيبتي؟ اتجننتي؟ انتوا لابسين فيا حاجة ليه؟ ما تترسوا بأي حاجة لغاية البيت ما ترجع له؟ أرجوك يا حلا في البيت ما تسيبناش لوحدينا. يا ولية يا ولية سيبينا الله يخرب بيتك دوعته. يا شريف ميتين والله ما انا سائل فيكم خليكم مرزيين كده. يا ابن المجنونة كم ممكن الرصاصة دي تيجي فيها تجيب أجلي؟ ما تخافش يا باشا أنا كنت بطل مياه في الجيش. مراتك فين؟ خدها خيري من شوية. تعال نلحقها قبل ما يعمل فيها حاجة. امشي نجرب. اسمع لف أنت من هنا وأنا هلف قبلك من الناحية التانية وباخد بالك من نفسك مش كل مرة ما لحقوش عنك. يلا اتحرك ما تنعش يا ابني مش من هنا من هنا. قومي قومي سيبني بقى اسيبك ده انت جواز سفري في وسطيهم. قومي قومي ما قلت لك خلي بالك من نفسك يا باشا. شكرا يا حبيبي انقذت حياتي مرتين عشان يطمر بس. أنا هطلع من هنا. ماشي. لو نطقت بكلمة مش هتلحقي تكمليها. مفهوم؟
مين المقلوب وانتوا بتعملوا ايه؟ احنا اداب. يلا على البوكس. اي حد هيتدب خلص عليه، مفهوم؟ محدش بيكرهك قد يا خيري. الفرصة لسه قدامنا، بينا نهرب قبل فوات الأوان. ودم دوعة واللي عملته في أخويا أحمد. الحي يبقى من الميت يا أباها. أنت ميت ميت يا خيري. ايه يا حنفي؟ قول اشوف وشك بخير يا باشا. اطمن، انا قدمت تقرير للوزارة وان شاء الله يخففوا عنك الحكم. هطمن عليك واجي ازورك كل اسبوع. عايزين نقوم معاكم بواجب. طيب ما تفضلوا معانا تشربوا حاجه. خلي بالك من نفسك يا حنفي، مش عايز اي حاجه. ربنا يخليكي. خلي بالك من الباشا، بيحبك. هو راجل صحيح، ها؟ انما ابن حلال وطيب قوي قوي قوي. مع السلامة يا حبيبي. إن شاء الله بعد ما أخرج عايزين نبقى نكمل كلامنا. تعال جرب. أنت بتقول لها إيه؟ الواحد ما عرفش يتكلم كلمتين وأنت موجود. أنت جبتوه معاكوا ليه؟ شوفوا شوفوا خير. شريف شريف، تخبط على الحرامي ده، سرق مني شنطة الفلوس اللي كنت حبي بيها عقدة. أنت بتقول إيه؟ انا شفته بعيني وانا عامله مغمى عليا وهو بياخد الشنطه. شنطه فلوس تاني يا حنفي. حنفي فين شنطه؟ حنفي شنطه ايه يا باشا؟ شنطه الفلوس بتاعت حمايه. خدها بيتكم يا باشا من حفظ السور. في انهي حته يا حنفي؟ لما اهرب هبقى اقول لك يا باشا.